شنو رايك نتفق ان ما نموت؟ يا ابن ادم انا جاي احكي صدق، لوم روحك لو ردت انت تلوم الدنيا نفس الدنيا، بس احنا النشي. وانا قررت ابقى عايش بالنجوم، يصعد النجمة ابد ما ينسحق. وانا قررت ابقى عايش بالنجوم ويصعد النجمة ابد ما ينسحب، ولو ردت تسمع للاخر ما تموت. شرط من تسمعني حضر لك خلق، وشرط انا وياك ندفن كل شي صار، نبقى بس نسولف بيوم الطبق. موت حتى تعيش دوم، لا تعيش وانت ميت. هيك علمنا الحسين. رادود حسيني أطلق عليه النجفيون اسم أبو حلق الذهب. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. الرادود المرحوم فاضل النجفي هو فاضل بن حمود بن عبود بن مطلق الخميسي الدليمي أبو الدكتور عصري، ولد عام 1902 في طرف المشراق في النجف الأشرف، وفي عام 1955 انتقل إلى مدينة الكوفة المقدسة. ارتشف الشعر الشعبي وقوافيه من منهل الشاعر ياسين الكوفي والشاعر عبود غفر الشمرتي والشاعر إبراهيم أبو شبع، وامتهن صناعة الحلويات. ارتقى المنبر الحسيني في عام 1924. أطلق عليه النجفيون أبو حلق الذهب، وذلك لأنه كان صاحب صوت رخيم كأنه مزمار من مزامير داود النبي عليه السلام. من أشهر قصائده، طبعا للعلم يذكر أنه كان من الأوائل اللي خلى وزن أو طريقة النظم الشعبي تكون الوقفة والقعدة، يعني سابقا كانوا ينظمون فقط على طريقة الهجري والموشح، هو اللي أسس طريقة القعدة وكذلك اللطم. من أشهر قصائده قصيدة جسام يا شمعة صواويني، جسام يا شمعة صواويني حنتك عجنوها، يبني يا عريس بدمع عيني حنتك عجنوها. جسام يا شمعة صواويني حنتك عجنوها، جسام يا شمعة صواويني حنتك عجنوها، يا ابني يا عرس بدمع عيني حنتك عجنوها، جسام يا شمعة صواويني حنتك عجنوها، يا ابني يا عرس بدمع عيني حنتك عجنوها، يا ابني أنا اللي طعن الدهر، يا ابني يا ابني أنا اللي طعن الدهر، يا ابني وجرح كبدي راح من عندي أبوك وقال هذا وليدي بعدي، يا اليتيم وعقب ابوك الحسن، يا اليتيم وعقب ابوك الحسن، يا ابني اش بعد عندي حافظيت، يا ابني برباك عليك واستطلعي العهدي، يا وليدي بيك تعلقت امالي، ما عوليت تكبري وتمشي قبالي، وانظر لك واخلع حزين دلالي، وتصير لامك يا اليتيم الوالي، وانتظر هالحنة يا بدري التام، يا وليدي يا جسام، وانتظر هالحنة يا بدري التام، يا وليدي يا جسام،
انزع ثيابي الحزن خليني حنتك عجنوها جسام يا شمعة صواويني حنتك عجنوها يا ابني يا عريس بدمع عيني حنتك عجنوها عجنوها. كذلك قرأ للكثير من الشعراء كالشاعر المرحوم الشيخ عبد الحسين أبو شبع والكثير من الشعراء، وافاه الأجل المحتوم في عام 1982، شيعه أهالي النجف بذلك التشيع المهيب ودفن في مقبرة وادي السلام. ولكن في عام 1981 وبعد الانتفاضة الشعبانية قام النظام البائد بجرف ذاك المكان، وكانت الجرافة كلما تصل إلى قبره تقف يعني تتعطل، ومن سألوا عن السبب قالوا لهم هذا قبر الرادود المرحوم فاضل النجفي. قاموا العائلة بعد ذلك بنقل الجثمان إلى داره الواقعة في شارع الإمام علي عليه السلام، وسيبقى خالدا في سجل الخلود. حنتك عجنوها يا ابني يا عير تشيب دمع عيني حنتك عجنوها يا السام يا سمع ابني انا اللي طعني الدهر يا ابني وجرح كبدي راح من عندي ابوك وقال هذا وليد بعدي يا اليتيم وعقب ابوك الحسن يا ابني شبعد عندي حافظت يا ابني برباك عليك وش تطلع العهد يا وليد بيك تعلقت امالي ما عولت تكبر وتمشي قبالي وانظر لك واغلى حزن دلالي وتصير لما